في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد التعبير جد متداول في الحياة اليومية، ماشي ولا بدا انك تستعمله وتوظفه في الكلام ديالك، ولكن خاصك تكون تتعرفه لانه جد شائع في اللغة الفرنسية. الاكسبرسيون وهي ça ne te regarde pas، ça ne te regarde pas، يعني ماشي شغلك او ماشي سوقك. بالعربية نقول هذا لا يخصك أو هذا لا يعنيك. Ça ne te regarde pas. وهذه الإكسبرسيون ما تتعنيش دخل سوق راسك أو ديها في راسك. لا، هذا موضوع آخر. هذه سيت اون اوتر إكسبرسيون تنقولوا لها تنقولوا ميل توا دو تي زافير. يعني هي ديها في سوق راسك ودخل سوق راسك. يعني هذه سيت اون اوتر إكسبرسيون نديروا عليها اون اوتر فيديو. فوالا. نشوفوا هنايا هنا نبقاو هنا في سا نو تو ريغارد با، يعني هي ماشي شغلك. فوالا نشوفوا ان اكزومبل. سو ني با تي زافير تو نو دوا با سافوار سا. سو ني با تي زافير تو نو دوا با سافوار سا. يعني هذه هذا ماشي شغلك، هاد المسائل لا تخصك ولا تعنيك. سو ني با تي زافير. لي زافير هما المسائل والقضايا والامور الخاصه بك. مثلا tu ne dois pas savoir ça، ما خصكش تعرف هذا الشيء. يعني هاد الامور الشخصيه ما خصكش تعرفها. فوالا. يعني شي واحد مثلا تيجي تيسولك على مثلا الامور الشخصيه ديالك، غادي تقول ليه سي ني با تي زافير، هاد الامور مسائل خاصه بيا لا تخصك ولا تعنيك. tu ne dois pas savoir ça، ما خصكش تعرف هذا الشيء. لو سافوار هو المعرفه. ان اوتر اكزامبل، مثلا شي واحد تيجي تيسولك تيقولك tu vas voter pour qui aux prochaines élections، يعني تيقولك يعني على من غادي تصوت في هاد الانتخابات المقبله. tu vas voter، le vote هو يعني التصويت. tu vas voter، هذا يعني سؤال. tu vas voter pour qui، على من غادي تصوت aux prochaines فد لي زيليكسيون، يعني هما الانتخابات المقبله، على من غادي تصوت انت؟ بطبيعه الحال غادي تجاوبو، تقول له مي انفان سا نو تو ريغارد با، مي انفان سا نو تو ريغارد با. يعني هذه مساله شخصيه، حريه شخصيه، يعني ما خصكش تدخل في هذه المسائل. سا نو تو ريغارد با، هذا الشيء ماشي سوقك، هذا لا يعنيك، هذا لا يخصك. يعني فوالا، سا نو تو ريغارد با. Un autre exemple, si vous ne voulez pas apprendre, ça ne me regarde pas. Si vous ne voulez pas apprendre, ça ne me regarde pas. يعني هادي يعني يا ما بغيتيش تعلم، سي يا ما بغيتيش تعلم. إذا كنت لا تريد التعلم فهذا لا يعنيني وهذا لا يخصني. Si vous ne voulez pas apprendre، يا ما بغيتيش تعلم، ça ne me regarde pas. هادشي ماشي شغلي، دبر راسك زعما سوقك هذاك. فوالا، ça ne me regarde pas، سوقك هذاك، ما بغيتيش تتعلم، شغلك هذاك. Je ne regarde pas les affaires des gens parce que ça ne me regarde pas. Je ne regarde pas les affaires des gens parce que ça ne me regarde pas. يعني انا ما تندخلش في الامور الشخصيه ديال الناس. يعني علاش؟ حيت هادشي لا يعنيني. باسكو، لان هادشي لا يعنيني ولا يخصني. جو نو ريغارد، يعني هاد لو فيرب ريغاردي هنا تنستعملوه ماشي بمعنى ما تنشوفش، ولكن جو نو ريغارد يعني انا ما تنتدخلش في الامور اللي ماشي ديالي. فوالا. باسكو، لان هادشي لا يخصني ولا يعنيني. سا نو مو ريغارد با. فوالا، لي زافير هما المسائل والامور الشخصيه ديال الانسان. فوالا. جو نو فو با تو فيكسي مي سا نو تو ريغارد با. يعني وهذا جواب نوعا ما لابق، شويه لابق. يعني شي واحد تيبغي يتدخل في شي امور، او شي زميل في العمل تيبغي يسولك على شي امور خاصه، ولا يسولك على شي واحد او هادي. فوالا، انت غادي تقول ليه جو نو فو با تو فيكسي، ما بغيتش نقلقك.
ما بغيتش نقلقك، جو نو فو با تو فيكسي، مي ولكن هادشي لا يعنيك، لا يخصك. فوالا. وي سا مو ديرونجري، سا نو فو ريغارد با. شي واحد دابا تيسولك وتيقولك واه سمح ليا على هاد الديرونجمون، تيسولك على شي امور شخصيه وتيقولك سمح ليا، انت غادي تجاوبه وتقول له وي سا مو ديرونجري، هادشي راه تيقلقني، هذا يزعجني وهذا لا يخصك. سا مو ديرونجري، هادشي راه تيزعجني تيديرونجيني، وراه ماشي شغلك هادشي، ما خصكش تدخل في هاد المسائل. Je ne le sais pas non plus et ça ne nous regarde pas. Et ça ne nous regarde pas. يعني je ne le sais pas non plus. انا راه ما عارف والو. تيجي تيسولك على شي امور اللي انت ما عارفهاش، غادي تقول له je ne le sais pas non plus. انا ما عارف والو نهائيا، ما عارف شي حاجه. Et ça ne nous regarde pas. وهادشي لا يعنينا نحن. يعني لا يعنينا ولا يخصنا. خصوصا في المسائل هادشي بزاف تيكون في المجال ديال العمل، يعني ما بين الزملاء انتخ لي كوليغ او هادي، يعني تيوقع بحال هاد النقاشات بحال هاد الشكل هادو. Écoute, ta situation ne me regarde pas et ça ne me concerne pas. Écoute, ta situation ne me regarde pas et ça ne me concerne pas. شي واحد بون، يعني شي واحد تيبقى دايما تيشكي. فوالا، يعني مزيان الانسان تسمع للانسان وتسمع ليه المشاكل ديالو، وخصك تحل ليه المشاكل ديالو على قدر المستطاع، ولكن بعض المرات شي واحد تيبقى يكثر عليك في الشكوى، تيبقى يشكي بزاف، تقول له ايكوت واسمع، هاد الشيء راه تا سيتوياسيون، هاد المشاكل ديالك وهاد المسائل الخاصه بك، تا سيتوياسيون نو ريغارد با، يعني هاد الشيء راه لا يعنيني. هاد المشاكل ديالك وهادشي لا يعنيني، اي سا نو مو كونسيرن با، يعني وهادشي لا يخصني ولا لا يعنيني، هاد المسائل الخاصة بك وهاد يعني المشاكل ديالك، يعني سوقك هذاك. فوالا، سا نو مانتيريس با ترو فو كو سا نو مو كونسيرن با، سا نو مانتيريس با ترو فو كو سا نو مو كونسيرن با. مثلا صاحبك تيجي تيقول لك زيد نمشيو نشوفوا واحد المباراة ديال كرة القدم، وانت يا انت ما عندكش مع ما عندكش بزاف مع هادشي ديال الرياضه، غادي تقول ليه سا نو مانتيريس با ترو، هادشي لا يهمني كثيرا، في كو سا نو مو كونسيرن با، لانه هادشي لا يعنيني. فوالا، في كو سا نو مو كونسيرن با، هذا لا يعنيني. فوالا، انا ما بغيتش نتفرج في الكوره ولا مثلا. سا مو ريغارد سا نو تي كونسيرن با، سا مو ريغارد Ça ne te concerne pas. يعني هذا يعنيني ولا يخصك. Ça me regarde. هذا يعنيني أنا. أنا. Et ça ne te concerne pas. ولا يخصك أنت. هذا الشيء كلهم أجوبة تجي في سياق الكلام وفي سياق الحديث.